أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تم تنفيذ مشروعات في سيناء خلال 10 سنوات بأكثر من 600 مليار جنيه. وأشار مدبولي إلى أنه تم الوصول بحجم محطات تحلية المياه في شمال سيناء إلى 0.5 مليون متر مكعب في اليوم. إحنا نفذنا في شمال سيناء لوحدها، إحنا بنقول سيناء في ال10 سنين دول نفذنا فيها مشروعات بأكثر من 600 مليار جنيه. شمال سيناء واخدة النص تقريبا 290 مليار، اتنفذت فيها أكتر من 1000 مشروع في كل المجالات زي ما حضراتكم شايفين نموذج لكل الصور. احنا عايزين بس عايز اقول لحضراتكم ان احنا وصلنا حجم محطات تحلية المية بتاعت الشرب لشمال سيناء باللي خلص واللي بيتخطط لنص مليون متر مكعب في اليوم. ده حجم رهيب عشان حضراتكم تبقوا عارفين حجم ميه النهارده احنا بنحطه عشان نطور وننمي ونحط البنيه الاساسيه للتعمير لقدام كبير جدا. كل دي مشروعات في كل مناحي الحياه الدوله المصريه اشتغلت عليها. والحمد لله يعني لما سياده الرئيس اعلن في بدايه هذا العام وتحديدا في فبراير ان احنا الحمد لله قدرنا ان احنا ننتهي بصوره كبيره جدا من الارهاب، وان المرحله الشهور اللي بعديها البسيطه اللي بدأ رجال القوات المسلحة مع الشرطة بيطهروا الأماكن من العبوات والحاجات اللي كانت محطوطة من أهل الشر في هذه المناطق، كل ده كان بهدف إن احنا نبدأ فورا بعدها أعمال عملية التنمية والتطوير الشامل.